الو ماما، عندي سؤال. ليش انت تفتخري ماما ان جيتي مره اماراتيه؟ ملهمتي الاولى هي امي، هي دعمي الاول، هي المساند الاول، هي الشغف كله. انا تربيت على ايد ثلاث جدات، جداتي وجدات ابويا، هم اللي ربوا الجيل الحالي. نحن قاعدين نحتفي بالانجازات اللي سووها الاجيال اللي قبل واجيال اليوم والجيل اللي بعده. شيخه فاطمه الله يحفظها هي قدوتي، لان هي تمثل المراه الاماراتيه بالنسبه لنا. بنت الامارات قادره ان توازن بين دورها كزوجه وام وبين دورها الفعال للمشاركه في كافه المجالات. اهميه التعاون والتشارك، كل واحد عنده شيء يميز عن الثاني، فلما نحن نجي مع بعض ونتعاون ونشارك عشان نبرز الامراه الاماراتيه في هالمجالات اللي نحن فيها. ايد واحده ما تصفق، احنا نحتاج الجميع عشان نحن كلنا نصفق بصوت عالي. ميرال وايد ساعدتني بانها مكنتني اني انا اصير الانسانه اللي انا عليها اليوم. وفرت لي جميع السبل والطرق اني ابرز كامراه اماراتيه في مجالي خاصه. افتخر كوني امراه اماراتيه لاني استطيع ان اقول كل فخر لا شيء مستحيل. أنا تحت قيادة حقت للمرأة حقوق وأعطتها امتيازات وأعطتها ثقة، أكيد بفتخر إني إماراتية.